عشرات المشاريع في مدينة الرقة تعنى بالأطفال والعملية التعليمية، تستمر في تقديم خدماتها لإنقاذ أجيال حرمت من مقاعدها الدراسية على مدى السنوات الماضية في ظل حكم تنظيم الدولة للمدينة. تم افتتاح هذا المركز في شهر آب عام 2017، وذلك لاستقبال الأطفال طبعا بأعمار من التاسعة حتى سنة 18 سنة لتقديم محو الأمية العلاجي للأطفال الذين انقطعوا عن الدراسة في أيام الحرب. تهتم مراكز الطفولة الآمنة بالأطفال ممن هم بين التاسعة والثامنة عشر من العمر، والهدف محو أميتهم ودمجهم بالمجتمع، بالإضافة إلى مشاريع الدعم النفسي لمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة. نحن بالبداية خضعنا المعلمين بشكل عام الميسرين إلى دورات دعم نفسي ممنهجة وغير ممنهجة للأنشطة بشكل عام. ساعدت هذه الأنشطة على دمج الأطفال مع أقرانهم مع المجتمع بشكل عام، تحويل الأمور أو السلوكيات السلبية إلى سلوكيات إيجابية من خلال طريقة التعامل، من خلال اللعب، من خلال الأنشطة المعينة، كانت سواء بالمساحات الفارغة مثل الباحة مثلا أو بالأنشطة الصفية، من خلال أنشطة رياضية مثلا، من خلال حركية بصرية، دمجنا الأنشطة الممنهجة من خلال المواد العلمية، كذلك الأمر كمسابقات في الرياضيات، الأعداد بألعابها، أنشطة أسئلة. تحوي المراكز أيضا أنشطة حركية وترفيهية للأطفال لمساعدتهم على تجاوز الصعوبات والعقبات التي واجهوها خلال فترة الحرب في المدينة. والله بشكل عام بنسبة ما بين 85 إلى 90% باندفاع من الأطفال، لأنه عانوا بالفترة الماضية من انقطاع عن التعليم وعن الدراسة، فالحس بيعدهم أنه حب التعويض الفترة هاي راحت، أنه بده يجي يعوض، هو جاي بده يصير، بده يأسس مستقبل لنفسه، بده يتعلم. سنوات قاسية مرت على مدينة الرقة خلال تناوب القوى العسكرية المسيطرة عليها، لكن الأطفال كانوا الخاسر الأكبر في تلك الحرب.